الانترفيو مع زينة. سيد العميد اهلا وسهلا، مرحبا بك على موجات شمس فاب. اهلا. اولا نحب نفهم منك النقطه الخلافيه اللي حتى كيف حكيتوا فيها قاعده برشا اتهامات ما زالت موجوده لها في علاقه بما يعرف بالنظام القاعدي اللي هو محل جدل، انتقادات، اتهامات ايضا لرئيس الجمهوريه وتخوفات من نسخه الدستور الجديد، دستور الجمهوريه الثالثه. هالنظام القاعدي هذا خلينا نفهموه بالاساس، موجود ولا مش موجود فيما يعرف بالدستور الجديد سيد العميد؟ عندي انا الى حد الان بصفة رسمية ما هوش موجود. لم يطلب رئيس الجمهورية السيد الرئيس ولا عمره مرة واحدة كلمني على نظام قاعدي أو ما يشبه ذلك. دونك الكلام زايد في هذا الباب. إلى حد الآن أنا لا جاتني كما تقول إشارة في هذا الواحد ولا تعليمات في هذا الاتجاه، ولا هناك نية انكم باش تمشيوا فيه بالاساس. انا نقول يلا، انا ننظر في كل الامكانيات التي من شأنها ان تصلح به الشأن العام. نعم. مهما كان ناخذ هالباب هذا بالذات، الباب هذا متاع في تصور من هذا النظام القاعدي، هو تصور من بين عديد التصورات، والكثير من هذه التصورات وقع تطبيقها في بعض البلدان الأجنبية، وفي تونس هناك من ينادي بهذه الفكرة و يحاول بأن يعطيها حقيقة على أرض الواقع. هو مثلا من جملة التفكير أو النظريات هو ما يسموه الاقتصاد الاجتماعي التضامني. الاقتصاد الاجتماعي التضامني، هذه فكرة موجودة نظريا، برشا معناها اخصائيين كتبوا فيها وقالوا هذه فيها مصالح وهذه ربما خير من النظام مثلا الرأسمالي ولا النظام الشيوعي ولا نظام حتى الاشتراكي وما الى ذلك. نعم. وكثير من بعض البلدان معناها اخذوا هالفتره هذه وطبقوها ونشعوا فيها. مثلا الباكستان، في الباكستان شلون طلع بالفترة هذه في الأول بالكل طلع بها الباكستاني الوحيد اللي تسمى بري نوبل ديكونومي، بري نوبل، وهو اللي طلع بالفترة هذه متاع نظرا للحالة الاجتماعية المتدنية اللي موجودة في البلاد ذيك، في باكستان وفي بعض من بلدان أخرى منها مجاورة لذلك، تلعب الفكرة هذه متاع تضامن، متاع العمل التضامني. نبدأ من القاعدة، بدأ خذا كما تقول القرى الصغيرة، القريات الصغيرة بالكل متاع 1000-2000 شخص، ومشى مشي مشى للنساء ربات المنزل، معناها ما همش دي فونكسيونير ولا دي ميتسا ولا لا، هذوما ناس يخدموا في نساء يخدموا في ديارهم. عرض عليهم الفكره هذه نتاع هات نعملوا ما بيناتكم انتوما نعملوا نظام نتاع تضامن ونتاع تشارك في تونس، والنظام هذا معناها وقع تطبيقه ونجح، بل اصبح نوع من التنظيم البنكي في العالم. توا أمريكا، في أمريكا نلقاو قطاع بنكي مختص في الاقتصاد الاجتماعي التضامن
وهذا موجود في انجلترا في فرنسا. هل هذا ينجم يطبق على ارض الواقع في تونس؟ معمول به في الوضع الاقتصادي؟ لا، سي في فرنسا نعطيك مثال. هل الاقتصاد الاجتماعي التضامني هذايا اليوم هو 12% من الاقتصاد الفرنسي اللي هو كان زيرو، كان ماهوش موجود. يعني في بعض السنوات ولا 12، والناس ماشيين في هذا الاتجاه، ربما يوصلوا الى 20% او كما تقول في السنين القادمه. تقول لي انت هل هذا يقع يمكن تطبيقه في تونس؟ قلت انا يلزمني ننظر في الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه نتاع البلاد هذه، يلزمني نعمل التحليل نتاعها ونشوف شنية الإمكانيات وشنية كما تقول الضروريات اللي مش تمكنني باش معناها نوصل إلى النتيجة في هذا. وقت اللي مش نلقى لها أجوبة على كل هذه الأسئلة، وقت النجم نقول النظام هذا الاقتصادي الاقتصاد الاجتماعي والاشتراكي النجم نلقاول باب، ونجم نلقاول كما تقول معناها مكان في التنظيم الاقتصادي نتاع البلاد على اساس الدستور الجديد. نعم. ان شاء الله. أي الدستور. نعم. الجديد كيفاش باش يكون الدستور الجديد؟ الملامح هل باش يكون فما دمج بين الدستور 1959 ودستور 2014، ولا حاجه جديده باش تكون؟ شوف يلا تونس تنجم تقول معناها كان ننظر الى تاريخ بصفة إشمالية نجم نقولوا في هالمدة من وقت الاستقلال إلى حد اليوم كان عندها تجربة دستورية ثرية جدا. مش عندنا اثنين دستور برشا 59 و 2014، لا، الدستور متاع 59 وقع تحويره 20 مرة، 20 مرة إليه plus que 20 révisions de la constitution de 1959. الأهم فيها هي المراجعة متاع 1976. بون، وجاء ما بعد بيدامون معناها النظام الجديد هذا متاع 2000. نقول أنا هذا يكون تراث، هذا يكون رصيد يكون رصيد ثقافي نتاع البلاد، سي نوتر كولتور، جربنا كذا وجربنا كذا وجربنا كذا وشفنا بان هذا باهي وهذا مش باهي وهذا اشتر باهي ومشوم اتسترا وانت ماشي. معناها ما نجموش نقولوا مش ناخذوا هذا النظام هذاك بحذافيره، وما نجموش نقولوا لا مش نرجعوا ومش نعملوا حاجه جديده. يا بادو حاجه جديده في هذا العالم. مش باش نبعدوا على الدستور 59 لا 2014. احنا مش ننظر لا، عندنا اون ابروش، عندنا مقاربه ديفيرونت. مش نقول انا هو مش ناخذ هذا ولا مش ناخذ هذا، انا مش نقول ما هو النظام الافضل. اذا كان نحب نوصل للبلاد التونسيه هذه الى الاهداف كذا والاهداف كذا في الاقتصاد في الاجتماع في السياسه في الثقافه في البيئه وما الى ذلك، وقت اللي نعمل هذه النظريه هذه وقتها نقول اي نظام يكون افضل لتحقيق تلك الاهداف. معناها انتم حاليا في الهيئه الاستشاريه بصدد البحث عن المقاربه الافضل. نعم. ما خديتوش قرار نهائي راهو مانيش باش نخرجوا على دستوري 59 و 2014. لا، ممكن يكون الدستور 59، ممكن ناخذوا شويه من 96 76، ممكن ناخذوا شويه من 2012، ممكن 2012. ياسر بان مش ندخلوا افكار غير اللي موجوده في 59 ولا في 2014. شنو الافكار اللي تنجم تكون افكار جديده او الخيارات اللي تعتبروها الافضل في الوضع ده؟ والله هي افكار كما تقول مبادئ او اسس. الاسس هذه موجوده موزعه في 59 في 66 في 76 في 2014، ونلقاها حتى في
النظم الحالية المعمول بها. مثلا عندنا مرسوم يسميهم مرسوم 117 اللي كما تعرف جاء في 25 جويلية واللي أدخل كثير من التحويرات لأنه نحل الحكومة جمد الدستور جمد البرلمان وربما فتح جاء على أثر التدابير الاستثنائية لا ما زلنا وصلناش للاستثناء جاء الأمر 117 شو يقول الأمر هذا اللي يهمنا أنا اللي يهم السؤال اللي أنت طرحته عليا يقول بأن وقع تجميد كذا 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 ويقول في الفصل 22 من هذا النص يقع إنشاء هيئة لتحوير الدستور تكون مركزة على المبادئ التالية اللي هي الحريات اللي هي دولة القانون اللي هي الديمقراطية اللي فيها التداول على السلطة اللي فيها التفريق بين السلطات الدستورية وبعض المبادئ اللي نجدوها في 59 نجدوها في 76 نجدوها في 2014 لكن ربما لم يقع تطبيقها بأفضل الوسائل في هذه المراحل. هو حتى كلمة تحوير في حد ذاتها سيد بالعيد قاعدة محل جدل، هل التحوير معناه نقصد به تنقيح دستور 2014 او نفسخه ونعوده من جديد؟ وي الور شوف يلا تري سوفون مالوريزمون الفكر البشري عنده هكا صنعة انه يحب يتفتح على كثير من التساؤلات وال يقول لك حاجه كبيره ياسر ترى انت مش تعمل الدستور شبيه هذا ما عجبتش يهون عندنا نتاع 2014 وصرف عنيه مال الدنيا حطينا فيه المخوخ الاكبر في هذا الميدان من دساتير ومن اساتذه شو تعيب عليه النص هذا ما يتوى فيه حوايج ما تعجبتش يا أخوي نقحوا إيش به هذا نص فيه تقريب تقوله 140 فصل هي مر 140 جابش تقول فاسد بكله مش تقول لي ثم فيه 10 15 20 فصل إيش به الفصلين فصل هنا نقحوا هذا هو ما يسميه المحبذين فكرة التعديل ثم فكرة أخرى يقولك الدستور متاع 2014 هو من البداية نحب نستعمل الكلمة متاع زميل اللي كان لها من برشا نشر لبس بها يعني الدستور 2014 حسب النظرية الثانية هذه يقول لك هو مبني على بطر علاش مبني على بطر الدستور هذا الكتابة متاعه مبنية على أساس أن وقت اللي عملنا الثورة متاع 2010-2011 عملناها على أساس أن نحبوا نحيوا الديكتاتورية ونحبوا نقدموا البلاد ونحبوا نعملوا نظام جديد وواحد وزهار وما إلى ذلك جات النهضة بدلت المسار في عذر اللي ما شلوش كيفاش نهزوا بالبلاد هذه وننهضوا بها اقتصاديا واجتماعيا ونحسوا الحال متاع الناس طلعوا لحتي لا قلت مبدأ قبل ما نمشيوا القدام عنا احنا مثلا متاع ايدنتيتي ناسيونال متاع الهوية التونسية شنو التونسي التونسي يلزم نتفابتوا فيه خاطر ابتداء من كلمة هذه الهوية وقت اللي نضبطوها كل شيء ولا يسأل ويوضع والهوية التونسية شنية هي أن التونس هي بلاد عربية إسلامية ولهذا يلزم ندخلوا الإسلام ومن هنا يبدأنا وعرضت أنت وقتها قلت أنا المجلس الوطني التأسيسي راو مش بش يكون الأفضل بل بالعكس نعم رغم أني أنا قلت بأن يلزمنا نعملوا هيئة من خبراء
يكونوا من مستوى عالي من التفكير والتقنية وما إلى ذلك، ويكونوا مستقلين باش وقتلها باش يعملوا نص يعملوا مش باش يتحيز لهذا ولا لهذا. هذا هو الفكرة بتاع الأولى. مع كل أسف شنو اللي صار؟ اللي صار هو أن وقع انتخاب متاع ممثلين لأحزاب اللي عمرنا ما سمعنا بهم، ولنزعات اللي عمرنا ما سمعنا بهم، ودخلت بعض هالأمور. ومع الأسف في تلك هذه الفوضى اللي منها موجودة من 2010-2011 شنو اللي صار؟ صار هو أن الفساد انتشر في البلاد، وأن الهيمنة الإسلاموية، ما نقولش الإسلام، هيمنت على البلاد، ولينا مستعمرة متاع بلاد الخليج، ومستعمرة متاع الأفكار الظلامية المنتشرة. علاش تقول الخليج سيد العميد في المطلق معني؟ نعم، علاش تقول أصبحنا مستعمرة للخليج؟ شنو اللي خليك فكريا؟ فكريا القرضاوي، القرضاوي اللي كان على أنه مفكر إسلامي وما إلى ذلك، منها قلق النظام المصري في ذلك الوقت أنهم طردوه، وألقى ملجأ. وين لقى ملجأ؟ لقى ملجأ في قطر، واستعملوه قطر بأنه هو البوق الكبير اللي مش ينشر الإسلام من جديد، واللي مش يرد البلاد العربية الإسلامية بكلها إلى الطريق السوي، يعني الطريق بتاع الإسلام الحقيقي والشريعة وما إلى ذلك. وكما تعرف تفرع في كثير من البلاد العربية من جملتهم تونس. وكما تعرف منا غير بعيد عنا من هنا عنا المركز متاع هذا القرضاوي والمؤسسة اللي أنا نعرف كيفاش تكونت. شنو اليمنع الدولة التونسية من غير إنها تصنف تنظيم إرهابي أو تغلق المقر أو غير؟ أبو. لليوم مازلنا شتو فما حزب عمل إضراب اللي هو الحزب الدستوري واعتصامات قدامه ولم يتغير شيء. أي ألو طيب نرجع للأسف غير ما نمشوش التطورات لآخر التطور وبردي لبو اللي صار هو أن في مدة أبريل 12 عام النهضة هي اللي كانت مسيطرة على الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك والثقافية في البلاد بإشارات وإمرة العنصر الأول، المصدر الأول للإسلام السياسي اللي هو موجود معناها في قطر تحت معناها رئاسة الرئاسي الجدافي سمحني القرضاوي ومؤسسة العلماء المسلمين وما إلى ذلك. مالوريزمون البلاد كانت في اضمحلال سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، وصل إلى حد أن أصبح فريسة مستسهلة لهذا التعصب الديني. كما تعرف اللي صار النحيو الحقوق وما ثم حقوق وما ثم كان الحقوق اللي جابها منها القرآن الكريم والميراث ما ثمش كلام، والمرأة مكملة للرجل، والمرأة ما عندهاش حقوق وما إلى ذلك الكثير من منها أمور نسبية منها ستون أوتر منها ولات هذا جليتري هذا جليتري أبليزور فوا منها التصور المعاش الاجتماعي متاع البلاد التونسية اللي كان وقع وضعه ومعناها تحويره وتأصيله في تونس ابتداء من العهد البورجيبي وقع نجم نقول تفليسه ولا كفر. وقت الواحد يقول أنا بورجيبي ولا والدستور هناك من يتهمكم بأنه المخرجات جاهزة أو الدستور مكتوب وكل ما يحدث من حوار وغيره راهو شكلي. من جهة أخرى الاتحاد رفض المشاركة في الحوار على الشكل هذا. شوف يلا خلينا نتكلم على الاتحاد سيبلي سامبل فاصلة. أنا وقت اللي طلعوا بلا الكلمة هذه جي ريبوندي دون مانير تري سامبل. أنا نقول للاتحاد ولا لغيره اللي أخذ هذا الموقف، يقول شنو اللي قلت
ثم كلمة عنا عربية معروفة يقول له ما تسرق يد السارق، ما تقطع يد السارق إلا وقت اللي يسرق. هذا واضح. إيه بيان سا سابليتي سي. هذا أنا نقول لك كيفاش تجي تحكم على مشروع الدستور الذي هو بصدد الإنجاز، تحكم عليه بأنه تجي تقول لنا أولا هذا كوميديا عاملينها، والمشروع الدستور مكتوب وحاضر، وعبير موسي بالكلام الفنان متاعها فهمتي مشات حتى قالت ما تلوش الدستور الجديد متاع تونس راهو موجود موجود في الكرتابلة متاع السادة قبل عيد بالنسبة قالت لك. بون أنا يلا حققت اليوم ما قلتش على أمس ولا ولامس، إلى حد اليوم الدستور التونسي إلى حد اليوم لم يقع وضعه ولا تحريره. والمهمة هذه ما هيش حاجة سهلة باش تكتب ما يمكن ما يجب أن يكون تكون الحال لبلاد التونسية في 30 أو 40 السنة القادمة. هذه تحب لها دراسة يبحث تعمق يسب لها منها مجادلة بين بين النظريات وبين الأفكار وما إلى ذلك باش نوصلوا إلى نص مقبول. بحيث هذا ما يبعدش على مطلب الاتحاد، هم متفقين في المحتوى. الاتحاد إش قال؟ قال ما نتكلمش على شنو يقولوا على السادق بالعيد تي فلاتور مي كوم جو سوي موديست جو دو لو سيتري با. اما يقولوا هما شكون اللي قال لي ان غدوه النص الدستور اللي مش يقع عرضه على الاستفتاء هو النص اللي مش يعمله السادق بالعيد؟ ما هي الفرضيات كلها تقعد محتمله معنى فرضيه جرجات. اسمع شوف يلا شوف يلا نو شوف يلو كان انت تدخل في المعمعة مش تقعد معناها في البرج العاجي بتاعك بعيد ونقعد مرتين في البنتوات صدق لا يعطي الصحة والاخر يقول لك لا ماذا هكا تابع الواحد قاعد يعدي في هل الاتحاد اليوم في برج العاجي سيد العميد؟ لا في هو مش برج عاجي هو ربما برج ناري. شو معنى؟ يعني عنده أكثر مشاكل انترن وأكثر مشاكل اللي تكونها في المجتمع من اللي يمكنوا باش يتكلم كما كان قبل الاتحاد متاع البري نوبل. تعرف شنو البري نوبل؟ البري نوبل دو بي هو نفسه اللي خذا جائزة اي هي سي نفس الهيئة ماهيش نفس الترتيبة. المشكل في الأشخاص الترتيبة هي بيان سور الترتيبة اللي أعطت أعطاوها أول مرة تصير في تاريخ على خاطر كان فما رباعي راعي للحوار الوطني. أيوة أيوة على خاطر علاقة الرباعي هذاك توصل باش يلقى الحل بالمجادلة وبالمناقشة وبالمفاوضة وبتبادل الآراء وكما يقولوا بالإنجليز جيف أند تيك إتسيتيرا اللي وصلنا أن خرجنا من المأزق اللي عشنا فيه اليوم. سامحني اليوم لو جي تي تي إيت أون تران جوي إكزاكتومون لو جو أوبوزي نتاع معناها لا سورانشير لا سورانشير لا ديرنيير بروف منها هو انه قلت الهاو النهار 17 باش نعملوا له اضراب 16 جوان اضراب في 159 مؤسسه فوالا فوالا اي بيان هذا نقول لك خارج بعيد ياسر على لو بري دوبل بعيد ياسر الاضراب حق مكفو يا بنتي سامحني لا 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 تصير في سامحني لا لا اسمع يعيش بنتي نو 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 ترامبلي با افيك فو des paroles toutes faites et qui ne sont pas vraies. Allez. Ha mach nqol lek, ha mach nqol lek ya bint. Tfadl. Tqol li droit le canon ahad al adrab haq dostouri w haq et cetera. Vous savez que il y a toute une réglementation internationale. Thma mawathiq alamiya. Li Tunis msahha alayha yalla. Wa li tqol haq الإضراب معترف به لكن يقع تطبيقه بشروط. في تونس ولا مرة
من سنين من وقت بورجيبة وبن عاشور وحبيب عاشور بنا اتسترا، فهمت؟ لم يقع التطبيق على خاطر تبى تعلم أي حق، أي حق في القانون له دائما حدود. تعتبر شروط غير متوفرة اليوم لاتحاد الشغل؟ لا 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 سامحني، أي الظروف ما هيش سامحة بذلك. الظروف ما هيش سامحة بذلك. وانت وقت لما تمشي تستعمل القانون يلزمك تعرف شنية المضرة اللي مش تنجزها وشنية المنفعة اللي مش تجبدها منها المسألة هذه. أنا نقول لك بعتوا للأسف وقت اللي توقف ل لو ترانسبور دي كاربيرون مثلا، ها انت تفلي انسان تجي انت تقص له العروق وتسيب الدم يجري في الواحد، سيتي اكزاكتومون سا، معناها انت حكمت عليه بالقتل. وقت اللي جيت تعمل له ثلاثه ولا اربع ايام قال شنو؟ قال عندك مؤاخذات كبيره على ما يبدو على اتحاد الشغل سيد العمي، على لا على التعامل مع السياسه الاقتصاديه بتاع البلاد. اي مش هذا يستدعي تقعدوا كل عرض على طاوله الحوار لتقريب يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا سلمى، الحوار اللي يحب عليه الاتحاد عنده معنى وعنده مفهوم خاص به اللي هو شنو وجهه الاختلاف الحقيقي؟ هو الطريقه الثالثه قالك انا نسميها، هو سماها، هو سماها الطريقه الثالثه. ماذا الطريقه الثالثه؟ معناها الطريقه بتاعي انا لو جي تي تي اتحاد الشغل، معناها لا رجوع لما قبل 25 جويليه، لكن ومش بالطريقه اللي فرضها رئيس الجمهوريه اللي يعتبروها فيها سياسه تقصي ربما الاتحاد او هناك تخوفات. اليوم انتم والاتحاد متفقين على حاجه، اتحاد الشغل رفع الفيتو وقال راني ما نمشيش في حوار وطني فيه ائتلاف الكرامه وفي حركه النهضه، ورئيس الجمهوريه يقول فما اربع احزاب مش باش تكون. ده حتى الحزب الدستوري الحل كان طالب بتوضيح، ونستغل فرصة وجودكم معنا نقول لك هل هنا الحزب الرابع هو الدستور الحر أم لا؟ هذا اللي حكى عليه رئيس الجمهورية. نعم. سيت اون كيستيون كو جو فيي نو بوزي. أو شكون الأحزاب باش تشارك؟ شوف يلا تو احنا من فضلك أو بيان فوزالي سويفر أن ريزونمون. أي ما هو لا 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 ما يجيش بعض، نو نو. أنا عندي الأسلوب نتاعي هو وقت اللي أتطرق إلى مسألة ندرسها ننقدها ومن بعد نوصل الى النتيجه ونتعدل غيرها، مش نو نو ساسي اسمع ساسي لا بوليتيك دو لا بول. اي الاتحاد لا احنا حلينا ملف الاتحاد ونوري فيك في نقاط الالتقاء، فما نقاط تلتقيوا فيها مع اتحاد الشغل في هذا الاطار. معنى شنو المانع انه الاتحاد يقول لا لن اشارك في الحوار الوطني في المقابل المنظمات الاخرى؟ ساسي هذا السؤال اطرحه على الاتحاد. انا فيما يخص المهمه نتاعي اللي هي وضع مشروع دستور تونسي على رأس المستدعين اللي عملت هو الاتحاد، هو الأول حطيت الرئيس الاتحاد أو من يمثله. مع كل أسف اللي سمعت حسب بصفة غير بريسة نجم نقوله منا شبه رسمية أن ما احناش جايين وما احناش حتى مش نبعث ممثل. شبق الكرسي فارغ كرسي اتحاد شبق ولا ما كما تعرف من غير ما ندخل في وسائل السياسة متاع الكرسي الفارغ عمرها ما كانت مجدية، عمرها ما جات بمصلحة. فيما خصني أنا نستدعي المؤسسات الكبرى المجتمع المدني، الاتحاد ليغ دي دروا دو لوم، اتحاد النساء، لا بانك سنترال، لوتيكا وما الى ذلك. اي لو جي تي تي اذا كان لو جي تي تي جات يا مرحبا بها باش تبعث لهم الدعم. اذا كان لو جي تي تي ما تجيش انا باش نقول لك لو تران باسرا بارتيرا الور. كما قلت في تصريح سابق الحظر الزازي على خاطر انا ما نقبلش بان تراهن بمصلحه البلاد كلها
المزايدات بين الأحزاب وبين القوى السياسية، الله أعلم شنو الغرض من وراء ذلك. نختم معك في نقطة الخبراء الاقتصاديين اللي باش تلتجوا لهم وتستعينوا بهم. الخبير الاقتصادي عز الدين السعيدان كان قال وإنكم أو أنت اتصلت به طلبت منه تقرير حول تطور الاقتصادي والسياسات اللي ينصحكم إنكم تتبعوه. صحيح، هذم الخبراء باش يكونوا شركاء فعلين معاكم او فقط باش تاخذوا الاراء مكتوبه من عندهم وتقارير؟ اولا انا طلبت فعلا من نخبه من الخبراء الاقتصاديين في البلاد من التوب نتاع القائمه، من جملتهم سي عز الدين السعيدة. نعم، وانا مش نحاول نستنير بالتقارير اللي هما بعثوهم لي وبارك الله فيهم، على خاطر بعثوا لي التقارير كما طلبت منهم أنا من ناحية الإيجاز ومن ناحية الوضوح إتسترا ومن ناحية الزمن. قلت لهم نعطيتهم 72 ساعة باش تبعثوا له، ولا واحد من أتأخر على ذلك، ولا واحد. Ils ont tous répondu dans la limite des 72 heures que je l'ai donné et je suis actuellement en possession de 6 ou 7 rapports déjà et j'attends 2 ou 3 autres rapports qui vont venir. اللي انا مش نبدا بالنظر فيهم باش نشوف شنو الاتجاه نتاع ال10 ولا 8 ولا 12 خبراء اقتصاديين منها من الطراز العالي، فهمت؟ باش نشوف شنو الاتجاه العام نتاعهم، واللي بعد انا مش نبسطوا على الهيئه الاقتصادية والاجتماعية اللي يرأسها زميلي سي إبراهيم بودربالة، نعم. هي مشاقة نقاش لو جي تي تي حاضرة ولا مش حاضرة. فسافي يفو جامي راتي لي بون اوكازيون، سيت اون بون اوكازيون بور لو جي تي تي، ولو انت عندك اليقين بانك مش تلقى اكثر من 10% من الطلبات نتاعك، نراتي با سات اوكازيون، على خاطر تجي على 10% ربما تتحصل على 20%، ووقت اللي ما تجيش ال 10% هذوما ربما ما يهربوا عليك. وبرسالتك لاتحاد الشغل نختم معك حوار اليوم. شكرا لك رئيس الهيئه الاستشاريه من اجل الجمهوريه الجديده العميد صادق بالعيد على حضورك معنا.